معنا مشاهدينا من العاصمة الفرنسية باريس الباحث الجامعي الجيوسياسي السيد لاجا شاغروش. سيد لاجا، مساء الخير، أهلا بك معنا. ما حجم الخوف الذي أشاعه الحادث في الشارع الفرنسي، وهل من إجراءات أمنية جديدة اتخذتها السلطات لتلافي تكرار مثل هذه الحوادث؟ هو في بداية الأمر أن التخوف ناتج عن تغيير في طبيعة العمل الإرهابي. في هناك من يروج إلى فكرة عمل كيميائي وعمل بطريقة التسمم، وهذه ستسبب بلبلة كبيرة بين المواطنين. لو نظرت إلى الحادثة الأخيرة للعنصر التشتشاني، كان هناك رغم أن العنصر الإرهابي استعمل سكين، كان هناك نوع من الهلع لأن الظاهرة خطيرة، لأن ممكن سيظهر في أي لحظة عنصر إرهابي يهاجم مواطنين مسالمين في أي مكان. هذا السبب نعم، الأول، السبب الأول في حالة انعزاج السلطات، والخوف أو الخلع لدى المواطنين بصفة عامة. طيب سيد لاجا، إلى ماذا إذن تحتاج فرنسا اليوم لردع من تسوغ له نفسه في خرق الأمن في البلاد؟ هناك طرق كثيرة، وفرنسا لمدة خاصة السنة الأخيرة تمكنت من حجم أو حصر العناصر الإرهابية والخلايا النائمة أو ما يسمى بالذئاب المنفردة، وهذا ناتج عن معرفة القضية، معرفة أسباب تحرك هذه العناصر، مراقبة وسائل الاتصال الاجتماعي والإنترنت. ونقطة مهمة كثيرة كثيرة، يعني ربما تكون هي بالدرجة الأولى، هي تمكن من التنسيق الفعلي والميداني للسلطات الأمن والاستخبارات والمعلومة نعم، في فرنسا وحول الجوار، أي تنسيق مع الدول المحيط من شمال إفريقيا إلى ألمانيا إلى إنجلترا إلى الشرق الأوسط. هناك نعم، عملية جديدة للتنسيق لتبادل المعلومات من أجل معرفة وحصر هذه العناصر. سيد لاجا، بالإضافة إلى حصر الخلايا النائمة خلال عام أو الذئاب المنفردة كما ذكرت حضرتك، هناك مخاوف من استغلال التنظيمات الإرهابية لمنصات التمويل الرقمية والعملة الافتراضية لتجاوز الرقابة المفروضة على التحويلات المالية. في فرنسا كيف تتعاطى السلطات اليوم مع هذا التهديد؟ أولا هذه قضية التمويل الخفي أو المتجزئ حول قيمة قليلة تستعمل، لأن كان هناك طرق كثيرة لاستعمال أو تمويل هذه العناصر. أولا في فرنسا هناك مراقبة، بداية مراقبة يتمثل في معرفة من يرسل لمن لشراء مثلا قيمة مخصصة. لابد إثبات الهوية، ولابد إثبات هوية من ترسل إليه الأموال، كانت قليلة أو كبيرة. في هذا المنطلق هي بداية، لا يمكن أن نقول أن السلطات الأمنية أو السلطات البنكية المالية تمكنت وقد فرضت مراقبة جيدة. هي بداية، وكل عمل بدائي حتما سيؤدي إلى نتائج إيجابية. نعم، تحاصر الإرهاب وتحاصر العناصر النائمة. شكرا جزيلا لك على هذه المشاركة من العاصمة الفرنسية باريس. حدثنا الباحث الجامعي الجيوسياسي السيد لاجا شاغروش.